هلو هلو مقعه ولال صلاح الدين عبد الرحمن حاجمعو محاد دوني ساب قدومي اينا دوي ديسو مي وحان رضايا داري لها فقوش وصديق عاد قدومي اخوة المامي دانو قدومي نوماها نينكن وحالة دورتي 1998 كبالة دورتي حلي يسر وحوكو يكا لبدي كوني لبدي إلا لبدي كوني لحدي والوان ترخالينا هاي لبدي كوني لحدي وحي كدن بي وحب معامل وديكا رمضل وحي مجرو وحان بربر يدبعطا هين مجيسا نين أنا كان كل عدل يو رجي ماشا كيري بعلا نينك محمد مرسلان كانت ماشا خلافة ديو نينكي كيري بعلا هاي ماشا ويبا ينو أصول جبهات وحق وقرصة دعين جرين نينكي باشا وقوي ياري شركي وقوي ريجابا كان لغو قبط نينكي وقوي ياري بعلا هاي إذاً وح دو عري يدور وحي سبايك وحي كلاجي لا يسون وقيم بانو سيان على كاريسة وقود عدو قدومية لغو دورتي أفرت أنا لغو دورتي وحي هيت سيدسة نينكي كاير ري لغو دورتي أفرت صلو يروح لكم أولادكم إلا ما لك المانزا كما تجي أدقوا محمد أهان قدومية وين أنا واحد سؤالك تاني صومالي ذا غير صوماليا واحد سؤالك تا وقعد تحي نين صومالي ذا غير إثيوبيا ما نا دل شنو هاي استبحيت مرتا إذا كي صومالي دولة صومالي مسؤولين تي إذا كملها دل شديد إثيوبيا معها دولة دي صومالي أمريكا جرتي أنا دولة ده سان كملها كهسانعي وكا قلبك أو شيء يوحها إن وقت جيل غضارتي حلك حوريستي سكاش كمان دارني لبدي كوني لبدي أي كذا ما تي إلا لبدي كوني لحدي وأنا دو قادر إني حوريستي هذا الكودي جي مركا محمد حلق وهايا يوجي من كان هرتا وراءه فانو لي بنا يوثان يوجي ما هو كي يلعب مسواني تبدا تاجريش كم بدي بنا ملاينا يا مهدا تاجر وفانو لي بنا يوم ده كرهيو تاجر هدوء جاي أما هو بيشع وبناك أيه ما هو ركر هذا لي بنا تذكر هين يدل ويدي سو هين يدي بنا أورك لين أورك أبعد كلا لكن تي سو مركن كتغنا درينك سداسي وشرا وادك هو حق أركض وحشي يعني حل جل غضار وده ما هذا اللوذي يكون يلا بدي وقت هاي قف كلا إما كلينك كتشرا إن حقت كسر الله يسوال هلا مقعا ولاد عبدولي بالله وهي عبدولي ما سؤال بعد قدومية وهي سام وحن كسوها الله يا مقالة بامي جهام وحن ويدين يا محمد عمر عثمان وحا وكعب يهي اما وكلا الصعبة ان هالجماعة يعانك ها دكتور محمد سراب دولار وكود مقاي عمل ودلي ان اتوبيا أنا أقول لك إذن كأيدين ترين أيام قبل فلية ذا، إيو واحد تعدي جاي كتل مامه، إنا قيبو كل هذهين، أولي بدت كافكارتين أن لس عنن، إسماعيل ذا، وعريس كنا سخدها، ثم حد كي تواجه. هاي هذا غوكو إنسان كا، يونايت نيشن كا، هي هذا سامفالك، لما ويتجن وقاديني، لما ويسماعيل. ترى كوشر يبغى ورحلة هوية. واربعين تودي، واربعين تودي أنا قرر ما هنا. وهي شيغان بقول كيلو سغاليا سغاشن اذا ما دجب حدو في وحال كان دحايه كمسؤوليين بين دغال كسخدو خلب ودعيا ولا الوحا لا يراها طيب عبد الله با لا يراها طيب حقا كسوهد ليسا ولا وحان كسوهد ليا مغالده لندن ما كسوهد ليا طيب مسؤول بعد قدوميها او قدبنيسا مس اركتي البرامج كو درسنيسا ولا وحان ربا ان قدوميها سبع سؤالات ويديو واطي ولا الفتح للسؤال ولا الديان سوى الرئيسي أفر يطبن كي بشان عين كتير نمان تدمد السياقات طبن اللي إلى هذا عبادة محمد أحمد يوسف وحامله هو سقال كي بلاضة هاي سطانة سداد الموضة عبانة أي أصدح ليها بأن ما انتو قولي هذا الله بصة وقلب العيادة ماذا أوه أنا لفكود بلان قولي هذا قولي هيسا waxa ka keentay adigu dayib walaal waxan ka keenay gabadhu aniga ila dalatay
labada su'aalood ee kalena waxa weeye geeli ugaadka waa la dhacay oo ana la faa dhacday beerihi deegaankana waa la gubay oo ana la faa gubtay saddexda su'aalood bal waxa uu ka og yahay iyo haduu wax ka og yahay sidii ay u dhaceen baan rabaa inaan wax ka ogaado waad maadsantay dayib gudoomiyood maqlaysay saddexda su'aalood ee ninka daawadayaasha ka mid uu ku weydiiyey beer la gubay geel la dhacay oo socdo gabadh gaar ahaan oo la dileen lama socdo dad fara badan baa jabhaddu ay dishay halo magaca walaal walaal xaliima cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa weyey xaliima halkeed ka soo hadlaysaa londonna waan ka soo hadlay waxaan ahay doctor maxamed siraad doolaal xaaskiisii waa tay dadkan su'aalaha iyo muxuu aha geela la dhacay iyo wax way weydiinaya anigu maxamed cumar cismaan ma yihiin waa tay waxaan weydiinayaa maxamed cumar cismaan doctor maxamed siraad doolaal ninkii dilay ee qoorta ka jaray weeye cadaynta looma hayo maxamed cumar cismaanna waa ka jawaabay su-aasha laba su'aal baan qabay weydiin waata maxay yihiin su-aasha koowaad waxaad ii weydiisaa maxamed cumar cismaan uu ku maqlayaaba siraad doolaal ma bohol aad calaamadaysatay baad lafihiisii ku risay mise waraabaa cunay horta su-aasha ii weydii kowde halo waan ku maqlayaawad su-aasha labaad waxaa weeye walaal waxaan ummadda soomaalida ee afka soomaaliga ku hadasha u sheegaya oon ogeysiinayaa inaan hayo cadaymo iyo markhaatiyaal maxamed siraad ninkii kabaha kala baxay ninkiis wuxuu ahaayee kaameerada maydkiisa ka qaaday ninkii xabadda madaxa ku dhuftay aad iyo aad baad u mahadsan tahay aysa dee ha igu xidhin hadalke xaliimo qodobkaaga waad cadaysay waad cadaysay su-aasha waxaan ugudbinmaadigaa gurtid intaas oo markhaatiyaal baan hayaa taas maxkamadaha cadeeyo walaal annagu maxkamad ma nihiin xaliimo sisii soo fadhiisiteene in telefoonna waad u samaysateen maxaad u diidi su-aasha su-aashaada waan u gudbinaynaa waanu maqlayaa walaal waanu ka jawaabi doonaa jawaabta dhegaysa hadda way jiraan sababtu maxay ahay waxaa weeye ruux jabhaddu ay disho waa ruux maxkamad lagu dilay oo ruux intuu khalday la soo qabtay maxkamad la keenay maxkamad lagu dilay jabhadda xeerka u yaalla iyo nidaamku waa saas dhulkaas waan aqaanay xidhiidh aada ayaa idinka dhexeeyey ogeeyaha arrimaha dibaddu ahaa markii dambena siyaasadda isku khilaafteen tuhunkan ama xaaskiisii ay sheegaysa ama dadka kaleba ay ka dhawaajiyeen maxaa keenay ma garanayo runtii wax keeni karaa maba jirin ba runtii laakiin aragtida siyaasadda waa ku kala tagnay aragtida siyaasadda waanu kala tagnay runtii laakiin haba yaraatee wax keeni karahaya tuhun noocaas ah laakiin waa wax boqolkiiba sagaal iyo sagaashaninaad qayb ku leedihiin waxyaabaha la sheega wax ka jira waxaa la sheegahayo waxa ugu yar baa ka jira ee dhici karaya cabdisalaan may maqlaysaa waan ku maqlayaa walaal magacaa cabdisalaan waa cabdiweli oo mar labaad ku soo noqday waxaan sabood garaynayaa xaaska arrinta ay sheegtay doctorka xaaskiisu ninkan waa inuu arrintaa cadeeyaa markhaatiyada iyo waxay sheegaysayna wax jiro weeye nin ay isu dhaarteen buu ahaa meel walba maxamed siraad dalaal wuxuu ka sheegay in la dilayo marka is not gonna be easy mission furmeesh khaladaad yaad haysataan marka haddii jabhaddu ay dishi ruux jabhaddu ay disho waa ruux maxkamad lagu dilay oo ruux intuu khalday la soo qabtay maxkamad la keenay maxkamad lagu dilay jabhadda xeerka u yaalla iyo nidaamku waa saas sharcigaas igdii u hogaansani kar weyda jabhad gacantooda inay ku dhimato waa suulo weyn iskama disho dadka